المزيد من المتابعة حول مشاركة الرئيس في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في رسالة الزميل أحمد الطهري منفذ الراديو 99 إلى الأمم المتحدة. مساء الخير مستمعينا، مستمع الهواء المصري، مستمع الراديو 99، نحييكم من نيويورك ورسالة جديدة حول مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة. إذن وبحسب ما صرح به وزير الخارجية سامح شكري، برزت الآن الملامح العامة للمشاركة المصرية الجديدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. بدأ واضحا أن المحور السياسي والمحور الاقتصادي سيكون حاضرين في نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا العام. بدأ واضحا ايضا ان محورية الدور الذي تمثله مصر الان في ملف الطاقة عالميا سيكون موضع اعتبار في هذه المشاركة. ربما اشار السيد سامح شكري الى اجتماعات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع سكرتير عام الامم المتحدة، مع رئيس البنك الدولي، لكنه اشار ايضا الى الاجتماعات الخاصة بمبادرة المناخ وقمة المناخ والدور المعول على مصر الان باعتبارها احد الدول المحورية فيما يخص ملف الطاقة، والدولة التي تعتبر الان مصدر رئيسي للطاقة في منطقة الشرق الاوسط. خبريا علمنا من مصادرنا ومصادر بلغة الأهمية في جامعة الدول العربية أن الاجتماع الوزاري المرتقب لوزراء الخارجية العرب، وهو اجتماع تنسيقي، يبدو أنه اجتماع بروتوكولي ينعقد قبل كل دورة، ولكن هذا العام وبتكليف من الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط سيبحث على وجه الخصوص أهمية التنسيق فيما يخص التصويت العربي داخل أجهزة الأمم المتحدة، حيث يسعى الأمين العام لكي يكون العرب كتلة تصويتية واضحة يتم توجيهها للمصالح العربية، بمعنى أن يكون الصوت العربي لخدمة المصالح العربية، وبالتالي يمنع أو يحظر منح أي أصوات لدول عرف عنها أنها تقف ضد المصالح العربية، وخاصة في قضية العالم العربي المركزية، القضية الفلسطينية.